خبراء دائرة الأعمال على راديو الشرق مع بلومبرغ. ما زلنا مستمرين معكم في برنامج دائرة الأعمال. نذكر أن الأسواق الأمريكية مرتفعة مع البيانات الاقتصادية الصادرة، وبالرغم من رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، يظهر أن البيانات الاقتصادية عكست مرونة الاقتصاد الأمريكي رغم التشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي. داو جونز مرتفع ب 45 نقطة، الاس ان بي 500 بنصف النقطة المئوية، إغلاقات أيضا جيدة نازداك بارتفاعات بأكثر من 1%، سهم ميتا ارتفاعات بعقبة النتائج كانت إيجابية بارتفاعات بأكثر من 7%، تسلا تسجل تراجعات بأكثر من 8% في جلسة اليوم. أيضا بالنسبة لسهم أبل على تراجعات الآن ب10%، إغلاقات إيجابية للأسواق الأمريكية، والذهب متراجع بأكثر من 1.13 نقطة مئوية. هناك قوة للدولار الأمريكي بعد رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. الدولار مرتفع ب18 نقطة مئوية فوق مستويات 101 نقطة. للحديث حول ما يدور في الأسواق المالية العالمية وقرارات البنوك المركزية الاحتياطي الفيدرالي وأيضا البنك المركزي الأوروبي، ينضم معي من عمان أحمد عزام، محلل أول للأسواق المالية في إكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك. بداية دعنا مساء النور، دعنا نتحدث عن بداية قبل أن ننتقل للحديث عن قرار البنك المركزي الأوروبي. أود أن نتحدث عن تصريحات جيروم باول، ترك الباب مفتوح أمام مزيد من رفع أسعار فائدة ربما. هل برأيك، بغض النظر عن هذه التصريحات، هل وصلنا إلى نهاية التجديد للسياسة النقدية؟ نعم، لنعلم أعتقد بأن جيروم باول كما ذكرتي قد ترك الباب مفتوح لعمليات رفع أسعار فائدة أو عملية واحدة لرفع أسعار الفائدة تحديدا. احتمال أن يكون رفع أسعار الفائدة في شهر سبتمبر أو شهر نوفمبر هو الأخير. على ما أعتقد لنا دورة تجديد السياسة النقدية لم تنتهي. جيروم باول قد أشار بأنه التضخم قد يكون أو يحتاج المزيد من العمل، قد ينتهي حتى عام 2025، فترة زمنية تعتبر طويلة. قد يكون بعض الملامس الاقتصادية أو الدلائل الاقتصادية لنا عندما ننظر إليها، أرقام سوق العمل لا تزال جيدة، مرونة الاقتصاد كما ذكرت وتحدث لي قبل قليل، الناتج المحلي الإجمالي يسجل أرقام حتى الآن إيجابية، حتى الركود اللي كان متوقع سابقا قد أشار بأن الركود احتماليته تعتبر ضعيفة أو حتى لا يتنبؤون الركود من أعضاء الفيدرالي الأمريكي. الأجور مرتفعة، مؤشر الإنفاق الاستهلاكي مرتفع، فبالتالي على ما أعتقد هناك بعض المخاوف بأن موجات التضخم قد تكون في الفترة القادمة، قد تعود موجات التضخم لتسجيل ارتفاعات، فبالتالي الباب على ما أعتقد لا يزال مفتوح لعملية أخرى لرفع أسعار الفائدة، قد تكون في شهر سبتمبر أو شهر نوفمبر كما ذكر جيروم باول بأن قد تعتمد على البيانات الاقتصادية. فقراءتين اقتصاديتين للتضخم، قراءتين اقتصاديتين لتقرير الوظائف، نعم، هم اللي راح يكونوا على ما أعتقد الإشارة الأكبر لتحركات الفيدرالي في الفترة القادمة. يعني بغض النظر إذا سيكون هناك رفع لأسعار فائدة، لكن هناك يظهر من تصريحاته هناك استمرار لمعدلات الفائدة المرتفعة، لن يكون هناك خفض لأسعار الفائدة. يعني وخاصة كما ذكرت نقطة مهمة هي مراقبة التضخم خلال الشهرين المقبلين، وذكر أنه ربما لن يصل التضخم إلى مستويات المستهدفة العام بيستهدفة حتى عام 2025. يعني برأيك يعني هل بتعتقد بالفعل أنه سيكون هناك من خلال مراقبتك لمستويات التضخم خلال الفترة القادمة، أنتم تتوقعوا أن يكون هناك رفعة أخرى لأسعار الفائدة أم لا؟
نعم لينا، على ما أعتقد أنه رح يكون في رفع أخير لأسعار الفائدة. أرقام التضخم على ما أعتقد قد تسجل ارتفاعات، خاصة مع قراءات النمو الاقتصادي. النمو الاقتصادي عم يسجل أرقام إيجابية، دائما في عندهم reverse relationship أو علاقة عكسية بين أرقام النمو وأرقام التضخم، فأرقام النمو عم بتسجل ارتفاعات في الفترة الأخيرة، فبالتالي على ما أعتقد النمو التضخم سوف يسجل أيضا ارتفاعات في الفترة القادمة. بس يظهر أن الأسواق ما عم تسعر ذلك، يعني لينا على ما أعتقد الأسواق في بعض المخاوف لتسعير الفائدة في الفترة القادمة. حتى حديث جيروم باول نفسه على ما أعتقد في جزء من فقدان الثقة بتوقعات الفدرال الأمريكي. الفدرال الأمريكي فشل عدة مرات بتوقع التضخم، فعلى ما أعتقد هناك بعض المخاوف، خاصة مع تغيير اللهجة. في الفترة الماضية كان احتمالية الركود ثم ركود متوسط ثم حاليا لا يوجد ركود، فالأسواق نفسها ما عم تأخذ كلام جيروم باول على محمل الجد على ما أعتقد في أي توجيهاته بالنسبة للأسواق. فشلهم في التوقعات لا ينعكس حاليا على الأسواق بصورة يعني خلينا أحكي بصورة دقيقة جدا. طيب هل بتتوقع أنه يكون الركود soft landing أو hard landing؟ خاصة يعني يظهر أنه البيانات الاقتصادية إيجابية، يظهر أنه بكنا نتوقع ركود عميق، هناك كان تخوف أن يكون ركود عميق في ظل توقعات ورفعات أسعار الفائدة اللي كانت قياسية، تم رفع أسعار الفائدة بأكثر من 500 نقطة أساس. الآن المخاوف من الركود الاقتصادي القوي يظهر أنه تلاشت، التوقعات الآن بركود يعتبر خفيف soft landing. يعني هل يعني برأيك يعني هذا يعني هناك يعني رح ربما يعني لا نستطيع أن نحكم على ذلك، لأن هناك فارق زمني سوف ننتظره بشأن رفع أسعار الفائدة، لن يظهر تأثيره الآن وربما يظهر تأثيره بعد، ربما نرى ركود عميق أم لا تتوقع ذلك؟ لأن هناك إشارات أنه عم يتوقعوا أنه أن يكون الركود خلال عام المقبل 2024. نعم لينا، أنا ما أعتقد صفحة الركود لم يتم إغلاقها شخصيا. على ما أعتقد بما أنه في عنا انقلاب في منحنى العوائد السندات، فعلى ما أعتقد لا تزال فرصة الركود واردة. أي نعم أرقام النمو لحتى الآن تسجل أرقام إيجابية 2% أو 2.4%، تعتبر أرقام جيدة جدا بالنسبة للنمو الاقتصادي، لكن إذا شفنا عودة ارتفاعات التضخم في الفترة القادمة، وهذا ما أتوقع أن تعود أرقام التضخم كموجة، لن تصل الذروة بكل تأكيد، لكن سوف تكون أرقام أعلى من مستهدف الفدرال الأمريكي لفترة زمنية أطول. فإبقاء الفائدة لفترة زمنية أطول لازم ينعكس على النمو بشكل سلبي، فالركود ممكن نتجه إلى موضوع الميلد ريسيشن أو ركود متوسط في عام 2024، وهذا ما أعتقد السيناريو الوارد لحتى الآن. طيب أحمد، أود أن أسألك عن قرار البنك المركزي الأوروبي. كما كان متوقعا تم رفع أسعار فائدة بواقع 25 نقطة أساس، كان تصريحات لاغارد إما أن يكون هناك رفع خلال الاجتماع القادم أو بالتثبيت. ما تعليقك أو كيف قرأت هذا القرار؟ نعم لينا، على ما أعتقد جزء من محضر الفيدرالي كان متواجد في بنك أوروبا، استنساخ تقريبا لتحركات جيروم باول كانت مع كريستين لاغارد، لكن على ما أعتقد الاقتصاد الأوروبي يوجد فيه لحتى الآن التضخم راسخ. لما نشوف مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي اللي بيستثني الغذاء والطاقة 5.5%، ذروته كانت 5.7%، يعني لما نيجي نطلع انخفاضات التضخم بالنسبة لأوروبا كانت جراء انخفاضات أرقام أو أسعار الطاقة بشكل كامل، الغاز والنفط. هذا على ما أعتقد مشكلة بحد ذاتها بالنسبة للاتحاد الأوروبي، أن يكون التضخم راسخ في الاقتصاد. على ما أعتقد الاتحاد الأوروبي أو بنك أوروبا سوف يحتاج العمل، سوف يحتاج المزيد لعمليات رفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة. أي نعم كريستين لاغارد ذكرت بأنه إمكانية التوقف في الفترة القادمة وارد، لكن على ما أعتقد سوف يتجهون للتجديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة. 5.5% على ما أعتقد لا تزال تحتاج العمل، تحتاج رفع أسعار الفائدة، حتى أنه النمو الاقتصادي صعب. لما تحب
تحدثنا هلا بشوي على السوفت لاندينج، ذكرتي على ما اعتقد اوروبا تتجه الى الهارد لاندينج. السيناريو على ما اعتقد سوف يكون صعب جدا للاتحاد الاوروبي كاقتصاد، خاصه التصنيع اللي هو في المانيا يعتبر الاكبر يواجه مرحله انكماش في المانيا، فالاقتصاد في مرحلة صعبة. الهارد لاندينج على ما أعتقد سيناريو مرجح بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ورفع أسعار الفائدة سوف يكون مستمر. احتمال أن نرى رفع أسعار فائدة في شهر سبتمبر ثم التوقف في الفترة التالية، خاصة مع انقسام نوعا ما في مجلس الاتحاد الأوروبي. التصويت نعم بيكون بشكل إجماع بالنسبة لرفع أسعار الفائدة، لكن رفع أسعار الفائدة على ما أعتقد متوقع. برغم رفع أسعار الفائدة يظهر أن اليورو مقابل الدولار متراجع، في قوة بالدولار الأمريكي لعب دور أساسي، ونحن نترقب أيضا غدا قرار بنك اليابان المركزي، ربما هذا القرار الصعب في ظل عدم سياسته اللينة والتسهيلية الدائمة، سوف نترقب هذا القرار. ضيفي من عمان أحمد عزام، محلل الأول الأسواق المالية في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك، ودائما الوقت يحكمنا، وأشكرك على وجودك معنا في دائرة الأعمال عبر راديو الشرق بلومبرغ. وصلنا بذلك إلى نهاية دائرة الأعمال، إلى اللقاء.